السلام عليكم ورحمة الله. متابعي قناة شو تي في، احنا كنتوز الان بالملعب البلدي هنا بسيدي مومن. الملعب اللي كيحتضن مباريات ديال فريق رصيد البرنوسي. هنا كيف كتشوفوا معنا متابعي قناة شو تي في، هنا من احماء اتحاد تمارا. عملية احماء فريق اتحاد تمارا. السلام عليكم. عملية الإحماء فريق رصيد الرياضي البرنوسي. المباراة تنطلق على الساعة 5 بتوقيت المغرب هنا بملعب البلدي بسيدي مومن. كم المقابلة؟ نذكر ان مباراة جمعية المنصورية وخميسات هاد الساعة فريق خميسات منتصر 1. خويا يوسف، المباراة مع الخمسة، مع الخمسة جميع المباراة ابتدات مع الربعة الا المباراة هادي مع الخمسة. شوف الساعة دابا راه 5:25. شوف قلب مكانتك، قلب المكانة ديالك. هاد المباراة تنطلق مع الخمسة، المباريات الاخرى تنطلقوا مع الربعة. العفو خويا يوسف، العفو، مرحبا، هذا واجب خويا يوسف. المباريات الاخرى كلهم مع الربعه الا هذه المباراه تم التدريج لها مع الخمسه. احماء حكم المقابله. احماء لاعب اتحاد تمارا. لا لا كما قلت ماشي خطا، ماشي خطا. مع الخمسة هاد المباراة بوحدها اللي مع الخمسة، الاخرين كلشي مع الربعة. يا
يا اخويا عزيز بروشي كانت مدرسه كتعطي مجموعه ديال اللعابه اليوم اللعابه تبارك الله لعابه دوليين مارسوا في المنتخب الوطني مارسوا في كبار الفرق وحتى احترفوا مجموعه ديال اللاعبين على سبيل المثال الصفري تعادل الخميسات تعادل 1-1 جمعية المنصورية والخميسات تعادل 1-1 المباراة تنتقل على الساعة الرابعة جميع المباريات تنتقل على الساعة الرابعة إلى مباراة سبب مباراة رصاد البرموسي واتحاد تمرة ينتقل على الساعة الخامسة هنا بملعب البلدي بسيدي مومن الى هنا متابعينا نشكركم ونشكركم على اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله بعد قليل ننقل لكم المباراه ان شاء الله ديال فريق رصاد البرونسي وفريق اتحاد تمرة شكرا الى اللقاء